مروان عامل ايه؟ ايه الصدفة الجميلة دي؟ تمام انت عامل ايه؟ انا زي الفل، انت وحشني جدا على فكرة. انت كمان. مش هتعرفني بقى ولا ايه؟ ما تقوليش دي اكيد البنت اللي كانت بتكلمك كتير قوي واحنا في اجنس الموتوسيكلات، صح؟ انت لسه فاكر؟ اروى. هاي، ازيك يا اروى؟ على فكره انا زعلان منك جدا، كلمتك كتير قوي وما بتردش عليا. معلش سوري بقى، كنت مسحول جدا في تصوير البروجكت وبتاع. معلش انا قلت كده، اكيد مشغول وهيكلمني اول ما يفضى. اكيد كنت عامل كده طبعا. معلش انا لو كنت معطلكوا عن صحابكوا يعني. لا خالص، ده احنا حتى جايين لوحدنا يعني. طب وانا جاي لوحدي برضه، تحبوا نقف كده شويه نشرب حاجه مع بعض؟ ده لو ما تضايقوش يعني. لا طبعا، مفيش اي حاجه. لا اتفضل، يلا بينا. يلا، احنا بجد هنضيع سهرتنا مع الراجل الغريب ده؟ انا عايز اقعد معاك لوحدي. هنعمل ايه يعني؟ اقول له يمشي؟ ايه؟ بقول لك ايه، انا اتمرنت على الموتوسيكل قوي الفتره اللي فاتت دي، انا جاي بيه النهارده. فعلا انا لازم اشكرك على انك نقيت لي الموتوسيكل ده. موتوسيكل هايل. لا على ايه، مفيش حاجه طبعا. تشربوا ايه؟ ثانك يو، انا مش قادر. وانا ممكن اشرب ويسكي دبل. ويسكي دبل؟ اتنين ويسكي دبل بليز. قول لي بقى، بتحس بايه وانت سايق الموتوسيكل؟ انا مش عاوز اقول لك انا بحس بايه. انا الموتوسيكل ده بيرجعني 20 سنه لورا، ايام الواحد ما عندهوش مشاكل ولا قرف ولا مسؤوليات. يا اخي بركب الموتوسيكل من هنا بحس اني شخص تاني، شجاع كده. حريه، اندفاع. يا اخي حاجه صعبه جدا. ويا سلام يا سلام بقى لو بتسوق شارع فاضي، الهواء بيطلع الشارع بتاعك. ايوه مالك. انا بحس كده بالظبط والله. ايوه انت عارف، انا ساعات بحس ان الموتوسيكل ده صاحبي، او ساعات بحس انه صاحبتي كمان. انت برضه بتسوقي اكيد. انا نفسي بقول لمروان بس هو اللي مش عايز يعلمني. لا ده كلام، انت فايتك كتير قوي. شفت ليه بقى؟ ليه تفتح العين الفتوحه دي؟ هنقعد نرغي في الموضوع ده نص ساعه بقى. طب بقول لك ايه، اكيد انت عارف المجموعه اللي بتطلع كل يوم جمعه بالموتوسيكلات في الزمالك. ايوه دي مجموعتي. انا بقى عايز اخش المجموعه دي وماليش دعوه. بقول لك ما يغركش الشعر الابيض ده. لا مفيش عفريت. تمام. احنا ممكن هنبقى موجودين على الجمعه اللي بعد اللي جايه كده الساعه 7 الصبح، هنتقابل عند بوابات العين السخنه. حلو قوي، دن. تعالى ونتعرف على الناس كلها وتبقى واحد مننا خلاص. زي الفل دن. انا لازم امشي، انا مبسوط جدا اني شفتكم بجد. اشوفك. فرصه سعيده. نايس تو ميت يو. باي. انا عايزه اجي معاك، اكيد هيكون في بنات كده. انت مالكش حجه بقى. ما تهدي على نفسك شويه. في ايه؟ هو انا كل ما اجي اتكلم معاك تقول لي ما تهدي على نفسك بقى شويه؟ انا عايزه اجي معاك. بقول لك ايه، عايز نتشيك لو سمحت. هو احنا لحقنا نقعد؟ يلا يا عم بسرعه. انت لسه ما نمتش؟ كنت بحاول انام وما عرفتش. تعالى. انا كمان مش جاي لي نوم خالص. انت ايه، كنت فين كده؟ كنت مع اروى. ايوه ولع يابا. ايه ولع؟ مش ولع يا عم ولا حاجه. انا ما بقتش بتبسط معاها زي الاول اصلا، بس عم بحس اني مش عايز اشوفها اساسا. ايه ده، ليه انت مش بتحبها؟ كنت فاكر اني بحبها، بس اكتشفت ان كل ده فيك يعني، مش حقيقي. بص انا ممكن اكون كنت متعود عليها بقى يعني، بتعامل معاها بسهوله، بس في حاجات كتير قوي ناقصه. طب وده انت اكتشفته فجأة كده يعني ولا؟ الا في حد بقى لايف عليك ومنسيك اروى. لايف؟ بص يعني هو في واحدة تانية، يعني في واحدة تانية بفكر فيها كده، ببقى مبسوط وانا معاها واحنا قاعدين كده حتى لو ما بنعملش حاجة. طب ما حلو ده. لا مش حلو، في مشكلة. أكيد أروى بقى. طبعًا مش بعيد تحط الكنت وجو السم في الأكل وتزغطه لكم. يا عم مش هو ده اللي شغلني. الفكرة إن البنت دي مختلفة عني أوي، مش شبهي خالص يعني، بنت بسيطة.
بسيطة ازاي يعني؟ شعبية يعني؟ طب ما هي برضو ملهاش ذنب يعني مروان، ما نزلتش هي قررت يعني ان هي تتولد فقيرة ولا انها تتولد في مكان شعبي؟ زي ما هي ما ينفعش تلومك على انك غني واهلك معاهم فلوس كتير وعايش في فيلا، دي حاجات الناس ما بتقررهاش، دي ظروف. يعني مثلا ليه نروح بعيد مع جدك محمود اهو بنى نفسه بنفسه وعلى طول بيقول ان هو راجل عصام ويعني وكان دايما والله كان دايما بيبني نفسه بنفسه كده وبدا من الصفر. بص الفلوس ما بتعملش اي حاجه ومش كل حاجه وما بتشتريش حاجه، يعني ما ينفعش تشتري السعاده بالفلوس، بس الحب ممكن يخليك سعيد حتى لو معكش جنيه. أنا مش عارف أفكر. بص أنا هخش أنام بقى ونبقى نكمل كلامنا ده بعدين. يلا ماشي، تصبح على خير. أنت من أهل حبيبي. هيشو. نوها وشيرين مسافرين أسبانيا. يسافروا ويرجعوا بألف سلامة إن شاء الله. ردودك غريبة قوي. هو أنا بقولك علشان تدعي لهم؟ أنا بقولك عشان عايز أسافر معاهم. السفرة دي هتبقى إمتى بقى إن شاء الله؟ يعني لسه هنكلم شركة السياحة وعلى ما تطلع لنا الفيزا أكيد هتاخد وقت، يعني مش قبل أسبوعين أو ثلاثة ونسافر. مينفعش طبعاً أنا نسي. تميم هيقعد مع مين؟ من طوارو موجودين؟ حبيبتي انا طول الوقت في الشغل مش هعرف اتابع مع تميم، وبعدين ارو ما بتهتمش باي حد غير بنفسها، دي حياة الله شايفانا بالعافيه واحنا عايشين معاها. مش للدرجات دي يعني. صباح الخير. صباح النور. صباح النور حبيبي. مورنينج تيمون. احط لك من دي ولا دي؟ دي. يا ارو ما عندهاش جامعه النهارده ولا ايه؟ عندها بس متاخر. ورجعت الساعه كام امبارح؟ على واحدة كده. قالت لك هي كانت فين؟ طبعا قايله لي كانت مع مروان. انا قلقان عن بنتي دي، مفيش اي قيود ولا قواعد تمشي عليها، تخرج امتى وفين ومع مين، كله سايب في سايب يا نانسي. مفيش حاجه سايبه يا هشام اطمن، وبعدين من فضلك قولي هعمل ايه في موضوع السفر. تيمون يلا الباص وصل. خليكي انت انا هوصلها. بس احنا ما كملناش كلامنا. بعدين يلا بطل. استني يا ليلى عاوزاكي، كان في شويه هدوم كده اروى مش محتاجاهم قدام مش عايزاهم خلاص، انا الحقيقه كنت هوزعهم بس قلت اخليهم لك انت تستخدميهم، انت اولى. لا متشكره انا عندي كفايه. اتفضل. ممكن ادخل؟ اتفضلي. طمني عليك انت كويس؟ الحمد لله. مش كده احسن؟ احسن بكتير. بقولك يا علي، انت مش محتاج تمثل علي عشان انا حاسه بيك كويس اوي، وعارفة ان انت مش مرتاح في الشركة، مش عارف تاخد على الجو ومش عارف تتأقلم. انا بحاول بس الموضوع طلع واسع عليا حبتين بس. طب بص بقى، انا بعمل جمعية خيرية لأطفال الشوارع، واول ما اجراءاتها تخلص عايزاك تساعدني في الإدارة بتاعتها. اللهم صل على النبي، ده مشروع حلو قوي، ربنا يكرمك يا ماما ويبارك لك لو عملت المشروع ده بجد. يا حبيبي ربنا يبارك لك انت عشان انت صاحب الفكرة. اللي حصل لك يا علي واللي حكيتهولي عن اطفال الشوارع هو اللي اداني فكره الجمعيه، عشان كده انا متاكده ان انت اكتر واحد ممكن تساعدهم وتساعدني. العيال دي بتصعب عليا قوي والله يا ماما، بشوفهم كده مرميين في الشارع من غير اهل ولا اكل ولا شرب ولا حتى سقف يغطيهم. انت مش فاهمه يا ماما العيال دي عايشه ازاي. انا مهما تخيلت اكيد مش هيبقى اصعب من الواقع.
عشان كده يا علي انا متاكده ان هو ده المشروع اللي انت هتنقي نفسك فيه. انا مستعد اساعدك حتى لو برقبتي. انا كان نفسي اساعدهم اصلا من زمان بس ما كانش في حاجه في ايدي اعملها. بس خلاص بقى دلوقتي طالما انت معايا انا عندي مليون فكره ممكن ننفذهم من بكره. خلاص حلو قوي، انت تفكر وانا انفذ. اتفقنا؟ اتفقنا. يلا بقى نقوم نفطر. يلا. لا بقى انا مبقتش قادره استحمل يا جدو، ده رايح جاي في البيت كانه بيته بالظبط، واخد راحته قوي كده، ايه البجاحه دي؟ وكمان بصراحه مبقتش طايقه قربه من مروان ومامي. انا متضايق زيك واكتر منك كمان، وحاسس بالذنب بالنسبه لمروان. انا كنت بسوقه زق عشان يتعامل معاه كويس ويصاحبه. طب ايه يا جدو، احنا نفضل سايبينه كده؟ اكيد لا، بس احنا لازم نسكت لحد ما نوصل للي احنا عايزينه، واحنا عايزين نمسك غلطه على فريد ونعرف ابننا الحقيقي فين. طب وبعد ما نمسك الغلطه دي هنعمل ايه مع حسن؟ هبلغ النيابه طبعا، واكيد هيحاكموه وهيسجنوه، ده نصب علينا وادعى ان هو علي وتواطأ مع فريد. طب هو مفيش حل غير السجن؟ ايه الحكايه؟ انت مش عايزاه يتسجن ولا ايه؟ هو يكون صعب عليكي بعد كل اللي عمله ده؟ لا طبعا يا جدو انا مش طايقاه اصلا، بس يعني ما تنساش ان هو ده الخيط الوحيد اللي هيوصلنا لعلي. انا بفكر اخده يقعد معايا في البيت اليومين اللي بابا وماما مسافرين فيهم، واهو اريحك منه شويه. يبقى احسن يا جدو. طيب انا لازم انزل بقى اروح الشغل عشان اتاخرت. باي يا جدو. باي يا حبيبتي. صباح الخير، معايا حاجه؟ انا سالين ان الرفايه. ايوه. من مين دي؟ والله يا فندم معرفش، بس ممكن حضرتك تمديني من الاسلام؟ اكيد. اتفضل. ميرسي. من مين دي؟ مش عارف يا بابي. ايه ده، الله، تحفه يا بابي، بس يا ترى مين جايبه؟ خلاص بقى. قولي لها يا الهام. ده هدية مني ليك يا حبيبتي بمناسبة قراية فاتنس. يا مامي تحفة. لا بس ماما ايه؟ طريقتها في تقديم الهدايا اتطورت قوي. قوي. بتعملي مفاجآت. طيب يا حبيبتي همشي. باي. لجنة؟ طب ما تعرفش هتيجي امتى بالظبط يا فريد؟ كل اللي عرفته انه قريب. طبعا وصيت اللي قال لي انه يبلغني اول ما يعرف الميعاد. طب انت كده قلقتني، افرض جم وانا مسافر. ما تقلقش ولا حاجه، هنعمل زي كل مره، هدي الاوامر بنقل الماده من المخازن اللي هتتفتش لمخزن تاني. ماشي، المهم تبلغني اول ما ده يتم على طول. لا ما هو مش هتوصل المره دي. ازاي يعني؟ انت بتفكر فيها فريد بالظبط. ايه؟ انت ايه اللي بعدك هنا؟ ما رحتش الشركه ليه؟ ما حسيت ان انا ببقى زي قلتي وبقعد ورا المكتب ما بعملش اي حاجه طول النهار، فما حبيتش اروح يعني. عملت ايه مع فريد في موضوع السلسله؟ وصلت لحاجه؟ بحاول بعزم فيا والله العظيم، بس هو فريد مش سهل. يعني ما عرفتش. عشان سألته كتير يعني حددني ان لو سألته تاني على الموضوع ده هيوديني في ده. طب مفيش سكة تانية هتقدر توصلها؟ مفيش يا محمود بيه، ولو في سكة تانية انا مش هعملها ليه يعني؟ انا عايز اكفر على اللي عملته ده بأي طريقة. طب اسمع، ما اقولك
أنا عايزك توصل له معلومة كأنك بتنبهه. معلومة إيه؟ تفهمه إنك أنت عرفت إن كمال قرب يوصل لعثمان. طب ولو سألنا أنا عرفت إزاي؟ يعني قول له أي حاجة. قول له سمعت كمال بيتكلم في التليفون وسيب بقى عليا أنا هتصرف. بس المهم إنك تقول لي رد فعله هيكون إيه؟ تكلمي سيد الموارد وتخليه يجيب طلبيتي يوم الجمعه الصبح بدري جدا. حاضر. ولو حصل اي حاجه تكلمي بابا على طول. مدام الهام ما تقلقيش كله هيبقى كويس. هاي لومي، ازيك يا ساره؟ ازي حضرتك يا مدام نانسي؟ في ايه؟ انا سبت الكلاس من نصه وجيت جري. ساره روحي انت بقى. يلا تمام عن اذنكم. اللي اسمه اسامه بعد الهديه على البيت. ايه؟ زي ما بقول لك كده، ولينا فرحت بيها قوي، وطبعا كل اللي في البيت افتكروا ان انا اللي بعتها. ده مجنون رسمي وشكله هيعمل لنا مشاكل. ما انا عارفه، عشان كده مش عارفه اعمل ايه في المصيبه اللي انا فيها. النوع ده عايز حد يوقفه عند حده. بقول لك ايه، ايه رايك نحكي لهشام وهشام يقابله ويبعده عنك خالص بالذوق كده، لو ما نفعش يهدده. لا لا لا، هشام ايه؟ شكلي قدام هشام هيبقى عامل ازاي؟ هو ايه اللي شكلك وانت مالك اصلا؟ واحد بيقحم نفسه في حياتك وانت بتصديه، يبقى فيه ايه في شكلك؟ لا لا يا نانسي، خلينا نفكر في حل تاني، هشام مش هينفع خالص. نشوف حاجة تانية بقى. هو ده بقى اللي سمعته سعادتك، قصدي يعني اللي عرفته القطب من المكالمة اللي دارت ما بينهم. ما عرفتش كانوا بيتكلموا على مين؟ ما عرفش والله يا باشا، بس على ما أظن كده كان واحد اسمه، اللهم صل على النبي، كان اسمه ايه؟ كان اسمه عثمان بيه. ممنوع التدخين. ايه؟ ما اتعلمتش اي حاجه من عيشتك وسط ولاد الناس؟ ده كل اللي اتقال في المكالمه؟ هو ده كل اللي سمعته سعادتك. خليك مصحصح، وأي معلومة تعرفها عن كمال أو محمود تبلغني بيها فورا. حاضر يا باشا. فريد باشا، هو مين عثمان؟ حضرتك تعرفه يعني ولا متعرفوش؟ أنت مالك؟ أنت بتتدخل في اللي مالكش فيه ليه؟ أوعى تنسى نفسك يا لا. ما نسيتش نفسي يا فريد باشا، بس أنا خلاص يعني بصراحة كده فاض بيا يعني، ولو فضلت أكتر من كده هعك الدنيا خالص. فممكن يعني تعفوني من الحوار ده وخلاص بقى، يعني انا اصلا ما بقتش طايق نفسي وخلاص فاض بيا يعني. معنى ايه الكلام ده؟ معنى ان مدام الهام خلاص يعني بقت عارفه ان انا ماليش في الشغل وماليش في عيشته، فيعني لو ينفع حضرتك تنفذ الاتفاق اللي اتفقنا عليه يعني يبقى حاجه حلوه جدا. يعني مثلا ممكن تقول لهم مثلا ان احنا دراسة، مثلا اروح ادرس بره، اسافر اعمل اي حاجه بره، او يعني جالي شغل بره مثلا او كده. ومدام الهم مش هتعترض على فكره خالص، لانها خلاص بقت عارفه ان انا يعني مش لاقي عليا الجو ده. انت بقيت بتخطط وتكرر وتدبر كمان. اسمع، انت هتفضل موجود معانا لحد ما احنا نقول لك خلاص اكتفينا، مفهوم؟ مفهوم. أنا إذن سعادتك يا باشا. أيوة، إيه الأخبار؟ حطيت كمال تحت عينيك؟ طب اسمعني كويس، انا عايزك تكشف المراقبه، اي حاجه بيعملها اي مكان يروحه تبلغني بيه فورا. يعز عليا تطلب مني حاجه كمال باشا ما اعرفش اعملها لك، بس الموضوع ده بالذات صعب جدا، ده مستحيل كمان. يعني مفيش اي طريقه سامح؟ الطريقه الوحيده هي اذن نيابه واضح وصريح. فريد ده مش شخص عادي، أنا ممكن أكلم واحد من زمايلي أقول له إن أنا عايز أراقب تليفونه أو أراقبه هو شخصيًا. بس
حتى لو شخص عادي ما حدش هيقدر يساعدني، مسألة مش سهلة. طب والحل؟ الحل الوحيد ان احنا نثبت ان فريد ده متورط في جريمة ما، ساعتها بس نقدر نطلع اذن النيابة ان احنا نراقبه. طب ما انت عارف كل اللي عمله فريد يا سامح وحكيهولك بالتفصيل. عارف يا باشا، بس هل في شخص قدم بلاغ ولا عمل محضر واحد ضد فريد ده؟ الحل الوحيد سلموا الواد اللي عندكم في البيت للبوليس، ولما يعترف ان فريد هو اللي مسلطه ساعتها بس هنعرف نتحرك. ما انت عارف يا سامح وقلت لك قبل كده ما ينفعش على الاقل دلوقتي خالص عشان خاطر الهام. خلاص يا باشا، يبقى الوضع هيفضل كما هو عليه لغايه لما يظهر جديد، غلطه يعملها، سكه تظهر ما كناش شايفينها قبل كده. لازم نتحلى بالصبر يا باشا وضبط النفس، مش ده اللي علمتهولنا؟ ايوه، امر الله. على فكره انت عملت ايه في رقم التليفون اللي بعته لك اللي كان بيعكس الهام؟ كويس انت فكرتني، الرقم ده طلع متبلغ عن سرقته من مده. سرقته؟ حبيبتي انا مضطر اطلع السفريه دي، مش هينفع اعتذر تاني، خصوصا ان الهام بتشتكي بقالها فتره ان انا بعيد عنها. خلاص يا راجل انت مش مضطر تبرر لي، هي مراتك ومن حقها عليك انك تسافر معاها اي مكان. هي مراتي بس انت حبيبتي، حبيبتي اللي نفسي تبقى معايا في السفريه دي. اعذر بغير عليك، مهما حاولت امسك نفسي قدامك ما بقدرش. وانا بقى بحب غيرتك دي، اوعى تبطليها، انت فاهمه؟ المهم انا عايزك بقى تفتح عينيك كويس قوي في الشركه طول ما انا غايب، اي حاجه مهمه تبلغيني بيها. هو انت قلقان من حاجه معينه؟ لا، من يوم حكايه العمال دي وانا بقيت بحبش ابعد عن الشركه كتير. ما تقلقش، طول ما انا موجوده ما تقلقش. صباح الخير يا ساره. صباح النور يا مدام نانسي. مدام الهام سافرت خلاص. حبيبتي، ما انا عارفه، انا كنت عايزه نمره بس الباشمهندس اسامه، اصل الهام قالت لي ان هو شاطر قوي في موضوع تشطيبات الفيلل وانا بوضب شويه حاجات عندي في الفيلا، فكنت محتاجه نمرته. تمام، هجيب لحضرتك الرقم دلوقتي. سي يا روحي. الفيو هنا حلو قوي والميه شكلها تحفه. فعلا حبيبتي، انا هكلم علي عشان اطمنه ان احنا وصلنا. انا لسه مكلم نينا دلوقتي، ما تقلقيش هما كويسين. انا عايزك تبقى ريلاكس يا حبيبتي، ما تقلقيش من اي حاجه، احنا جايين هنا عشان ننبسط. عشان ايه ننبسط؟ صباح الخير. صباح النور. ازيك مدام نانسي؟ اتفضلي. فرصة سعيدة. ميرسي. احكي لي بقى، فيلة حضرتك عاوزة تعملي تجديدات فيها كلها ولا أجزاء منها بس؟ الحقيقة أنا مش عايزة أعمل حاجة خالص في الفيلا، أنا جاية لك في موضوع تاني. موضوع إيه؟ إلهام حكي لي على كل حاجة. حكيلك على ايه بالظبط؟ كل حاجة. الهام مش بس صاحبتي، دي زي اختي، والحقيقة ان اللي انت بتعمله معاها ده ما ينفعش، وما ينفعش معاها هي بالذات. الهام ست مخلصة وبتحب جوزها وفوق كل ده محترمة جدا، فياريت تبعد عنها وكفاية بقى عشان ما نضطرش نبلغ البوليس. بوليس؟ هي الهام اللي قالت لك تبلغيني الكلام ده؟ طيب
بصي بقى حضرتك، انا سمعتك لغايه الاخر، فيا ريت تسمعيني لغايه الاخر وتوصلي لها كلامي ده. انا بحب الهام، مش هقدر اشيلها من دماغي ولا استغنى عنها، وبصراحه ما بقتش قادر اني اخبي مشاعري اتجاهها قدام الناس، وجوزها ده اللي هي متمسكه بيه ما يستاهلهاش. جبت منين انه ما يستاهلهاش؟ انا متاكد، زي ما انا متاكد اني انا بحبها اكتر منه. فيا ريت لو حضرتك عاوزه تساعدي وتتدخلي توقفي جنبي وتساعديني اني اوصل لها واقرب لها. انت بني ادم مش طبيعي، وغالبا هتطلع مجنون. اللي انت بتقوله ده مستحيل، واحسن لك تبعد عنها. انا اللي عندي قلته لك خلاص. شرفت بحضرتك، باي. مش هتصدق مين كان قاعد معايا حالا. ها، ايه رايك في الفيلا؟ مش عاجباني برضو. دي رابع فيلا نشوفها النهارده يا لينا، مفيش ولا واحده فيهم عجبتك؟ مش هو ده اللي في خيالي يا مالك، مش ده اللي انا عايزاه يعني. وايه بقى البيت اللي في خيالك؟ مش عارفه اوصفه لك، بس اكيد يعني لما اشوفه هعرفه. هو في ايه بالظبط يا لينا؟ في ايه في ايه؟ اسلوبك معاه غريب جدا، انا ما بقتش عارف ايه اللي بيبسطك او يرضيك. يا مالك انا شخصيا ما بتحبش الاستعجال، وان انا اخد قرارات سريعه كده ما بعرفش. كمان انا مش فاهمه انت مستعجل على ايه، ويا اما جريك في استعجالك ده يا اما بقى غريبه. ايوه انا مستعجل عشان انا مش عايز ابعد عنك، انا مستني اليوم اللي نعيش فيه مع بعض. انت مش عايزه تعيشي معايا؟ سوري يا مالك بجد، بس انا مضغوطه اليومين دول فعلا. وانا مش عايزك تعتذري. طب انا جوعت، في مطعم هنا تيجي نروح ناكل؟ بس انا مش قادره اعمل اي حاجه النهارده، عايزه اقعد في البيت. طب اقعد معاكي في البيت؟ مش انا خطيبك برضو ولا ايه؟ اهلين بالعرايس الحلوين. ازيك يا فايزه؟ تسلم من كل شر، اتفضل. جده هنا؟ لا، جده مشي من بدري وخد معاه ايلين عشان تنظف له البيت. طب مروان وعلي؟ والله يا علي ما اعرف انه راح فين، بس مروان فوق في اوضته. طب ممكن تجهز لنا الاكل؟ حاضر من عينيا. ميرسي. مالك حبيبي؟ ازيك؟ عامل ايه؟ كويس ان انت هنا، تعالى بقعد معانا شويه. لا للاسف ما مش هقدر، ما انا ما كنتش عارف انك جاي، لو كنت اعرف ما كنتش عملت بلانز، بس متفق مع اصحابي كده وهتاخر عليهم. ماشي يا عم. ما تيجي تخرج معانا انت؟ لا انا خلاص بقى ما بقتش عارف اخرج من غير لينا. ماشي، باي باي. خش يا مالك اقعد. بص انا 5 مينتس هغير هدومي وانزلك، لاني حاسه ان انا مطربه جدا. طيب ماشي. مالك ايه اللي جابك هنا؟ لا لا انا بس جاي اشوف اوضتك يعني، عشان ابقى عارف ذوقك في الفرش والالوان اللي بتحبيها وكده. طيب اتفضل. كويس انك جيت يا علي. ليه يا فوز، في حاجه ولا ايه؟ إيه؟ مالك هنا وانا بعمل الاكل، فكويس انك جيت تقعد تاكل مع اختك وخطيبها. امال هما فين؟ كانوا قاعدين هنا يا ابني.
تلاقيهم في الجنينة. طب ما انا جاي من بره افوز ومفيش حد في الجنينة. انا عارفة بقى يا علي، شوفهم انت يا ابني وانا هدخل اكمل الاكل واحضر السفرة. اوضتك حلوة شبهك. ميرسي يا مالك. مالك لو سمحت. هو انت ليه على طول مركزة ومشدودة؟ في ايه؟